فإضاعة الصلاة والتفريط فيها والتأخير عنها بشكل مستمر هذا من الكبائر، حتى أن التخلف عن الصلاة الجماعة بشكل مستمر من صفات من؟ المنافقين. كذلك الاستثقال، يستثقل الصلاة، هذا أيضا من صفات المنافقين، تخلف عنها بشكل مستمر صفات المنافقين، حتى قال مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق.